بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع المضاء. أما بعد، المجلس 27 في قراءة والتعليق على كتاب بدع التفاسير لأبي الفضل سيدي عبد الله محمد الصديق الجمالي الحسن الإدريسي، عفى الله عنه وجزاه الله عنا خير، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين، آمين. 19 ومن سورة الأنبياء، قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. اوعى تقرأ من عجل، اوعى. انا ليا واحد صاحبي واحنا صغيرين قراها كده، عشان كده كل ما اشوف الايه دي افتكر الله مات الله يرحمه. كنا صغيرين قال شوف ربنا يقول خلق الانسان من عجل، قلت له يا ابني عجل يا ابني، ها كده تبقى دليل على التطور. فلازم تراعي التشكيل والا الايه المعنى يختلف. ها، خلق الانسان من عجل، كانه خلق منه لفرط استعجالي وقلة التأني. يعني الإنسان تملي عجول عجول كده، لدرجة كأنه مخلوق من العجلة نفسها. شفت قد إيه التشبيه القوي؟ كقولك خلق حاتم من الكرم، اللي هو حاتم الطائع، جعل ما طبع عليك المطبوع هو منه. ففي الآية استعارة بالكناية أو مجاز، يا منكر المجاز يا بتاع الجاز. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا في آية تانية، وقال أبو عبيدة وقطرب بن المستنير: إن في الكلام قلبا، والمعنى خلق العجل من الإنسان، بيقولوا كده يعني. وهو مثل قوله تعالى: وقد بلغني الكبر، يعني الكبر بلغني، مش كده برضو؟ يبقى من باب القلب. وقوله تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، يعني ما إن العصبة لتنوء بالمفاتح، مش كده برضو؟ ولا المفاتيح هي اللي بتبقى تقيلة قوي يعني من العصبة، يعني المفاتيح اللي بتشعر بالثقل، ولا العصبة اللي بتشعر بثقل المفاتيح؟ يبقى من باب القلب. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، يعني ما إن العصبة لتنوء بالمفاتيح. فهمت إزاي؟ يسموه باب القلب، وده مشهور في لغة العرب، وهو واضح المعنى عندهم. فهمت بقى؟ يسموه قلب في اللغة كتير بيه. وتقول العرب: عرضت الناقة على الحوض، والأصل عرضت الحوض على الناقة، وهو كثير في كلامه. واختار أبو القاسم البلخي المعتزلي هذا التأويل في تفسيره، وأيده بما ذكر له من الشواهد، ثم أورد على نفسه سؤالا حصله: كيف جاز أن يقول فلا تستعجلون وهو خلق العجل فيهم؟ وأجاب بأنه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبعهم وكفها، وقد يكون الإنسان مطبوعا عليها، وهو مع ذلك مأمور بالتثبت، قادر على أن يجانب العجلة، وذلك كخلقه في البشر شهوة النكاح، وأمره في كثير من الأوقات بالامتناع منه. قلت: السؤال والجواب مبنيان على قاعدة المذهب الاعتزالي، أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف المخلوق بقدرته التي خلقها الله فيه. يعني هو أي عايز يقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى لا يأمر عقلا إلا بما كان مستطاع من العبد عقلا. فإذا كان ربنا بيقول خلقتك من عجل، وبعدين يقول لك لا تستعجل، يبقى بيكلفني بالمحال. فهو عايز يأولها على تأويل يمشي مع عقله. فهمت بقى إزاي؟ فهمت طريقة المعتزلة؟ طيب، قلت: السؤال والجواب مبنيان على قاعدة المذهب الاعتزالي، أن التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلف المخلوق بقدرته التي خلقها الله فيه، ولكن التأويل الذي اختاره يضعف من جهة أن القلب خلاف الأصل. يبقى اللي قاله ده من جهة القلب، وجاب لك أمثلة كتيرة، قال لك القلب خلاف الأصل، لا تلجأ للقلب إلا إن كان فهم الآية بدون قلب يكون معارض لفهمها، ساعتها أقول في قلب. لكن لو فهمها من غير ما تقول ان في قلب، وبعدين ترجع للقلب والقلب خلاف الاصل، يبقى ايه؟ تأويل باطل. فهم؟
يبقى التأويل الذي اختاره هو أنها من باب القلب يضعف من جهة أن القلب خلاف الأصل، وإذا كان القصد منه إفادة كسرة وقوع العجل من الإنسان فالتأويل الأول أفاد هذا المعنى بطريق الاستعارة التي هي أولى من القلب لأنها مجاز قريب. يبقى الاستعارة مجاز قريب والقلب مجاز بعيد، فأنت لا تلجأ لإيه؟ للبعيد، وأنت عندك فهم قريب، فهم؟ وهو مجاز بعيد. ومن التفاسير قول بعضهم العجل الطين بلغة حمير. يا ولد جايبها لنا مني، قاعد يحفر في اللغة لحد ما لقى في عمق بعيد إن كلمة العجل دي في قبيلة من قبائل العرب بتستعمل العجل على الطين. ده برضو ايه؟ معنى بعيد قوي، فاهم؟ في ناس تحب كده تقعد تطلعك معنى غريب قوي ما يجيش في بالك. والمعنى خلق الانسان من طين. وروى ثعلب عن ابن الاعرابي قول الشاعر: والنبع ينبت بين الصخر ضاحيه، والنخل ينبت بين الماء والعجل. يعني قال يعني استعملوها في الشعر، يعني بين الماء والطين يعني، فقال بين الماء والعجل. او ده تفكير العجل مش تفكير ايه؟ العقل. وقال الشريف المرتضي، وده طبعا ايه؟ معتزلي، شيعي، شيعي معتزلي، يعني عنده ضربتين في الراس وجعين، وقد حكى، ولكن احيانا يقول كلام حلو احيانا. وقد حكى صاحب كتاب العين عن بعضهم ان العجل الحمأة ولم يستشهد عليه، لكن البيت الذي رواه ثعلب عن ابن الأعرابي يمكن أن يكون شاهدا له، وذكر البيت السابق. قال: وإذا صح هذا فوجه المطابقة بينه وبين قوله تعالى: فلا تستعجلون، أي من خلق الإنسان مع الحكم الحكم الظاهرة فيه من الطين لا يعجزه إظهار ما استعجلوه من الآيات. أو يكون المعنى أنه لا يجب لمن خلق من الطين المهين أن يهزأ برسل الله وآياته وشرائعه، لأنه قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. قلت فيما أبدا من وجهي المطابقة تكلف، والذي يفيده السياق ويقتضيه نظم الكلام أن الله وصف الإنسان بكثرة العجلة توبيخا للمشركين وتقريعا لهم، وهددهم بأنه سيريهم آياته، ونهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات إبقاء عليهم وإفساحا لهم في الأمر ليرجعوا حتى إذا جاءت الآيات التي استعجلوها هلكوا ولم يبقى لهم نظر. وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام، ومعنى من عجل أي في سرعة من خلقه، لأنه لم يخلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة كما خلق غيره، وإنما ابتدأه الله ابتداء وأنشأه إنشاء. يعني سيدنا آدم خلق كده على صورته الرجولية مرة واحدة، فهم؟ وقال مجاهد: المراد آدم عليه السلام، وأن الله خلقه بعد خلق كل شيء آخر نهار الجمعة على سرعة معاجلا به غروب الشمس. وهذان التفسيران من بدع التفسير أيضا، لأنهما لا يناسبان سياق الآية، زود لا، لأنهما لا يناسبان سياق الآية، ولأنه لا يجوز أن يقال خلق الله آدم على سرعة معاجلا به غروب الشمس، لأن معاجلة الشيء مخافة فوته من صفات المخلوقات، والله تعالى لا يفوت شيء وهو خالق الزمان والمكان. قال يعني بيخلق آدم في آخر لحظة ايه؟ خايف لحسن الشمس تغرب ويفوت غباء وغريبة الشكل يا أخي، لا يليك قال إن ربنا يبقى كده. لكن للأسف بتلاقي حاجات البدع العجيبة دي في التفاسير. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هو الجلد الذي يضم الكتاب، جلدة الكتاب يعني. والآية تبين عظم قدرة الله تعالى، وأن السماء مع كبرها وسعتها يطويها يوم القيامة ويضمها كما يضم السجل أوراق الكتاب. ومن بدع التفسير ما حكاه الزمخشري وتبعه مختصر وكلامه كالبيضاوي والنسفي، أن السجل اسم ملك يكتب صحائف بني آدم، وقيل اسم صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الملائكة ولا في الصحابة من اسمه السجل. جبتوها منين؟ حاجة غريبة. قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. معنى الآية أن الله تعالى كتب في الكتب المنزلة بعد الكتابة في اللوح المحفوظ أن أرض الجنة يرثها عباده الصالحون المتقون، وحكى عنهم قوله حين دخلوها: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ومن بدع التفسير قول بعض المعاصرين أن الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها،
والفرد بهذا التأويل تأييد الاستعمار الأوروبي والحد على عدم مقاومته، حيث إن القرآن أخبر بأن لهم وراثة أرض الدنيا، وهذا إلحاد في القرآن وكذب على الله وخروج على دينه وحض على ترك فريضة الجهاد، وإني أبرأ إلى الله من هذا التأويل ومن صاحبه. وأنا لي معنى ثاني، إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، يعني الأرض المقدسة اللي هي القدس، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني مسلمي كل عصر. ويبقى هنا الأرض هنا أرض القدس، وأن هذه الأرض لا يسكنها إلا مسلمي كل عصر. فهم؟ أنا أفهمها بهذه المعنى. يبقى الأرض هنا أقصد بها مش أرض الجنة. فهم؟ لكن الأرض هنا هي الأرض فعلا اللي يدخلوا الأرض المقدسة. يدخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة موصوفة. والقاعدة عند الشافعية أن المطلق يفهم على الموصوف المقيد. صح ولا لا؟ فلما قال لهم ادخلوا الارض المقدسه، والكلام هنا بيتكلم على سيدنا داود، وسيدنا داود من انبياء بني اسرائيل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض اللي هي الارض المقدسه اللي امروا بدخولها ايام سيدنا موسى وهي القدس يرثوها عبادي الصالحون، اي مؤمني كل عصر. فلما كفر اليهود سحبت هذا الامر منهم، وصار احق الناس بهم المسلمون. واضح؟ وده يدلك على أن الحق التاريخي باطل بالقرآن وباطل بالزبور، لأنه طالما كفروا يبقوا ليس لهم حق في هذه الأرض. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه من التفسيرات اليسرية، وهي ليست من بدع التفاسير إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.